في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء وذكرى تحرير سيناء، تم تسليم عقود التجمع التنموي في منطقة خشم القاد بواسطة سيناء على المنتفعين، وبلغت تكلفة إنشاء 10 تجمعات تنموية متكاملة نحو 4 مليارات و57 مليون جنيه. وفي المرحلة الأولى تم تسليم عقود التجمع التنموي إلى 39 مواطنا، بينما سيتم تسليم باقي المواطنين بالتجمع 39 منزلا كمرحلة ثانية، وذلك بعد 10 أيام من تاريخ التسليم الأول. رئيس الوزراء صدر من حوالي 4-5 شهور على ادخال الكهرباء للتجمعات، وراح جاي مطلع في نفس اليوم اللي صدر فيه 100 مليون جنيه لصالح هذا الموضوع، وهيعاقبهم 100 مليون تاني. يعني التكلفه بتاعت الابار حوالي 200 وحاجه، فطلع هو تصديق ب 100، والتصديق التاني ان شاء الله هيطلع بس لما يخلص ال 100 مليون الاولانيين ان شاء الله هنحضرها وسينا ان شاء الله في قلوبنا ان شاء الله. قدمت في التجمعات التنمويه لسينا، والنهارده مضيت العقد وقلت كل ملاحظاتي، وان شاء الله باذن الله يكون فتح خير. وده طبعا مشروع دوله، يعني كل السبل متوفره ان الواحد ينجح ان شاء الله باذن الله.